مشاهدينا تعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، ونبدأ على طول من محافظة القاهرة. وتعالوا بينا نروح على طول على كوبري أكتوبر اللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية. شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل بالتدريج لحد ما نوصل لغمرة، وكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية. أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأمرية. والكورنيش من المظلات لحد وسط البلد في كثافات مرورية إنما بسيطة ومتقطعة. أما المتجه للمؤسسة في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. تعالوا نروح دلوقتي لمحافظة الجيزة، ونروح على طول على شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي، والكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات. في كثافات للمتجه من لكوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل كمان في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. طريق المحور القادم من أكتوبر في كثافات مرورية قبل الدائري، وبتستمر لحد لغاية سلم أرض اللواء، وبعدين في سيولة مرورية في شوارع المهندسين وحتى كوبري 15 مايو. أما المتجه لأكتوبر في سيولة مرورية. في محافظة إسكندرية في كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، وفي كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما بواقي الشارع الجانبية فيها سيولة مرورية إنما نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. تعالوا نكمل جولتنا المرورية ونروح لحد أسوان، ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد سيولة مرورية. وعلى طول الشارع هنلاحظ ان في كثافات مرورية انما بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي كمان بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية تانية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي، وكمان الطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. كده خلصت جولتنا المرورية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون دافي بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة، وده هيكون على فترات متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 23 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 31 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 19 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.